طيب يعني هتكلم بقى على فرق الفرقه، انت مسكت الفرقه خلاص وتوليت المسؤوليه من اول يوم، اكيد كان ليك استراتيجيه، قسمت شغلك، عملت ايه مع الفرقه دي، اشتغلت ازاي؟ هو انا الاول جيت اتفرجت على الفرقه بدون وجود الاطوال، بدون وجود ولا لعيب فوق القامه، اللي هو بلال، اسعد، عبد الله، ادهم، قاسم اللي هو من المنصوره. اتفرجت على الفرقه من غير الاطوال، هم قالوا لي في اطوال وفي بتاع، فانا دخلت اتفرجت على الفرقه الاول اتخضيت، ايه اللعيبه؟ مفيش اطوال، مفيش خالص بقى. اي فرقه من غير اطوال هتبقى صعبه طبعا، فقلت لهم يا حتى جماعه لو احسن لعيبه في العالم. الاطوال، فقالوا لي لا دول لسه هيجوا بتاع. فالمهم انا ابتديت اشتغل مع القصيرين، ابتديت احدد كل واحد رايح فين، اتجاهه ايه، نقط قوته ايه، نقط ضعفه ايه. ابتدت اللعيبه الاطوال اللي كان في المنتخب واللي كان مصاب واللي كان لسه بيخلص من نادي مدينه نصر، ابتدت الناس دي تيجي كلها. ابتديت يعني اشوف شكل الفرقه في العام كمل. هيبقى عامل ازاي، مين قوي الشخصيه، مين يعني شخصيته لسه ما اتكونتش، مين ليدر، مين مش ليدر. خلي بالك برضو انا دارس شويه سايكولوجي، فعندي فعلا بيرسوناليتي. انا درستها عندي ازاي؟ في الجامعة وخدت دورات سايكولوجي، ولما كويس، كنت في مهمة أمريكا اشتغلت مهمة كتير مع جدا، جامعات في أمريكا على موضوع السايكولوجي ده. فأنا عندي بيرسوناليتي بروفايل لكل واحد، برافو كل واحد عليك. شخصيته عاملة إيه. خلي بالك برضو في السن ده أنت بتدي باسكت فني وبتدي دعم نفسي جامد غير جدا محدود، صح جامد جدا، صح لأن السن ده بالذات هو مرحلة الطفرة بين أنا طفل صغير، أنا لشاب، لسه صغير، لا أنا كبير، لا أنا صغير، هو لسه مش عارف وعايز إيه. فأنت لازم تكون الداعم النفسي رقم واحد ليه. بس طيب انت اشتغلت عليهم فنيا ونفسيا الاثنين، بالظبط لانه يعني حتى انا بشوفك دايما على البنش ما بتزعقش لحد، ودي حاجه كويسه جدا، حتى لو لعيب غلط ما بتسحبوش على طول، يعني ليك حاجات اساسيات كده انت حاططها، وعملت حاجه كويسه جدا بصراحه. خليني اتكلم معاك بكل امانه، اديك حقك، انت النهارده لعبت بال 14 15 لعيب اللي معاك، مظبوط. واللي يقعد يتفرج على الفرقه في لعيبه مميزه طبعا زي بلال وغيره وغيره، ولكن النهارده بتقعد لا كل بيشارك وكل ليه دور، شايف ده مفتاح مكسب؟ طبعا، ليه؟ لان انت ما ينفعش تلعب 6 ماتشات في 15 يوم، او انا اسف في 12 يوم، بخمسه سته لعيبه، بسبعه تمانيه لعيبه. هو ده اللي كان عامل الفارق بيننا وبين الفرق اللي احنا كسبناها كتير. الفرق دي استهلكت في الدور الاول، فبالتالي انت بقيت مرتاح عليهم في الدور التاني، انت اللي عندك ما استهلكش. ده رقم واحد. رقم اتنين، انا دايما لما بخش فريق مش بركز مع لعيب اتنين تلاته، لا انا بدي ال 14 لعيب حقهم، او ايا كان اللي في السكواد قد ايه، انا لازم ده ياخد حقه، لان ده شغلي، دي رسالتي. نعم. ان انا ادي احسن لعيب واسوأ لعيب نفس الاهتمام. يمكن اسوأ لعيب يبقى احسن لعيب، صحيح. انت مش عارف، لان المرحله العمريه دي انت ما انتش عارف البيك بتاعه هيبقى امتى، ينور فلازم عليك، تدي له نفس الاهتمام. صح. بس